اليوم معروف أن السمنة الزائدة هي مرض اللي ممكن يصيب عدة أشخاص، واليوم نسبة السمنة الزائدة كثيرة نتيجة للغذاء الخطأ. فالسمنة الزائدة في أبحاث بتقول أنه تراكم الدهن في الجسم بخفف من مناعة الأجسام، وهذا بعرض الشخص أنه يصاب بالعدوى الفيروس الكورونا أكثر من الناس الثانيين. عدا عن ذلك، أكثر الأشخاص اللي بيعانوا من السمنة الزائدة عندهم أمراض تانية مثل السكر، ضغط الدم، أمراض القلب، أمراض التنفس. كل هاي الأمراض اللي موجودة في الأشخاص اللي عندهم السمنة الزائدة بتخفف من مناعة الجسم وبتعرضهم للإصابة بفيروس الكورونا. هذول الأشخاص لازم دائما يستمعوا لتعليمات وزارة الصحة، البعد عن الأشخاص، ما يروحوش على الحفلات والأعراس والمطاعم، كل الشغلات اللي بنحكي عنها. البعد الاجتماعي هذا كتير مهم لإلهم، يحافظوا على الكمامة. اليوم معروف الكمامة هي الشغلة الوحيدة اللي بتوقي من الإصابة أو نصيب الناس التاني. الشغلات اللي بوصوا فيها وزارة الصحة اللي كل يوم بنسمعها، هدول الأشخاص أكثر من غيرهم لازم ينتبهوا لهاي الشغلات ويتبعوا حمية معينة. إذا كان هالحمية مش نافعة، أنا بنصحهم كل واحد اللي فيش عنده ومش قادر ينزل وزنه وعنده كل الأمراض هاي بقدر يتوجه لعمل عملية جراحية، اللي لما ينزل بالوزن أكيد راح يساعده على رفع المناعة يتخلص من كثير من الأمراض المزمنة. لازم العيد يكون في قلب البيت، بلاش الزيارات، بلاش، وخصوصا اللي عنده السمنة الزايدة حتى في البيت ما يتعرضوش للأطفال وللأشخاص المسنين اللي عندهم المناعة قليلة. فكل واحد حتى لو عنده شخص أمه أو أبوه مسنين اللي عندهم ممكن يكونوا معرضين للإصابة بالفيروس أو هو ممكن ينقلهم إياه، فالرجاء إنه يضلوا بعيد عنهن، يخلي يمرق العيد ويسلم عليهم من بعيد وما يقربش عليهم.